شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رام الله على أن إفلات إسرائيل من العقاب ومحاسبتها على انتهاكاتها ومعاملاتها كدولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وحمل الحمد الله حكومة الاحتلال مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. على الأسرة الدولية والمؤسسات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية العمل بشكل سريع وجاد وفاعل لتطبيق الشرعية الدولية على إسرائيل. إسرائيل يجب أن لا تكون دولة فوق القانون، يجب أن يطبق عليها القانون. نحن نلاحظ جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تطبق في جميع أنحاء العالم إلا هون في فلسطين. سواء الإدارة الأمريكية بعتقد أجل الوقت المناسب أن تطبق الإدارة الأمريكية قرارات الشرعية الدولية وأن تقيم حل الدولتين فلسطين بجانب دولة إسرائيل.